تحياتي يا كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي نجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن اسامه عربي، كابتن بلال. اهلا وسهلا بيك. مبروك كابتن الهلال يا كابتن، مبروك للهلال وهارد لك للنادي الاهلي. كابتن علاء، يعني اعتقد متفقين على ان عنوان المباراه الشخصيه التحكيميه، على الرغم ان قراراته مش مؤثره يا كابتن بلال، حسب ركله الجزاء صحيحه، ولكن انا مش بحاسب الحكم على ان هو يحتسب الاخطاء بس. الشخصيه التحكيميه دي مهمه جدا جدا، دي الحاجه الوحيده اللي ما اقدرش اديها للحكم. تديله تطوير في الاداء، تديله تطوير في الناحيه الفنيه البدنيه، انما الشخصيه التحكيميه دي صعب انك انت تديها للحكم. امبارح انا قلت الكلام ده مع كابتن هاني رمزي، وقلت ان احنا محتاجين حكم يكون عنده شخصيه تحكيميه. ليه؟ في مثل هذه المباراه محتاج الحكم يكون قوي شويه، يقدر يسيطر على المباراه. المباراه عدت كتحكيم فني ما فيش فيها مشكله، ولكن كان فيه بعض الامور اللي هو ما قدرش يسيطر عليها كابتن شريف. امور كتيره في الملعب، تشابك ما بين هنا وبين هنا، ما خدش قرارات من البدايه، هو كمان خايف. يعني انا بتكلم ليه الكلام ده كابتن؟ تلعب مباراه من غير جمهور، مباراه يعني سهلة. الفرقتين سهله جدا جدا، وانت كاداء كاداره المباراه لما كنتش انت على المستوى الجيد. هروح لحاله يمكن هتثبت بشكل كبير يا كابتن علاء كلامي. الحاله الاولى انا جايبها هتثبت بشكل كتير كلام اللي انا قلته، ونشوف الحاله الاولى معانا هنا. طبعا حكم موريتاني هنا. كابتن، دي اول حاله يا كابتن بلال. انا النهارده لما يبقى في هجمه بالشكل ده والكره بتطلع باص من اللاعب هنا للاعب نادي الاهلي هنا، ده باص، دي هجمه. يعني هل من المعقول النهارده انا اصفر وقف اللعب هنا عشان في لاعب مصاب هناك في التلت الدفاع عند النادي الاهلي، ولا اخلي اللعبه تمشي وبعدين ارجع تاني اقف؟ دي كانت اول حاجه بالنسبه للحكم. لما نيجي نتكلم النهارده هنا باص وهي بتروح، كان هو صفر بايقاف اللعب. طب تعالى نقول النهارده لو هي جت هنا كابتن، انا بتكلم كتحكيم، يبقى هنا الراجل دوت عنده اوبشن، وعنده ممكن يبقى فيه هنا على الاقل هجوم واعد. ما ينفعش ان انا كحكم اوقف. دي حاجات خلي بالك ما حدش بياخد باله منها يا كابتن علاء. خلي بالك الحكم ممكن يعمل حاجات كتيره في المباراه انت ما تقدرش تتكلم معها خالص، تمام؟ ولكن لما يجي النهارده احنا بنتكلم في لعبه دي انت بتوقفها، دي دليل قاطع انك انت ما عندكش ثقه في نفسك ولا ثقه في قراراتك التحكيميه. خفت ان دي تروح تيجي جول، هيرجعوا يقول لك ازاي لاعب مصاب وازاي ما وقفتش، الكلام ده يا جماعه مش موجود في التحكيم خالص. دي كانت اول حاله معانا، وكانت حاله مهمه جدا. والكلام يا كابتن لجميع حكام هنا وبره، هجمه زي دي ما توقفهاش، تيجي كابتن هنا خلي بالك. دي كانت اخر حاجه. هناك امور كتيره حصلت كابتن شريف، كابتن اسامه ما خدش فيها اي اجراء. يعني في تشابك حصل ما بين لعيب، على طول انذار وانذار، مفيش مشكله عندك صح، ولكن انت سبت الامور تمشي 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 لحد ما هنا لاعب مصاب، دخل طبيب عمل مشكله مع اللعيبه، حصل المشهد اللي انت شايفه دوت، اللي انت كحكم كنت سبب فيه نتيجه عدم سيطرتك على المباراه، نتيجه ان شخصيتك ضعيفه جدا جدا، انك انت لا تتحمل هذه المباراه الكبيره. طب لو في جمهور هتعمل ايه؟ دي الحاله الثانيه اللي احنا معانا كابتن شريف. الحاله الثالثه، خلي بالك انا جبت حاله واحده بس. لما يبقى انا محمد هاني بيرتقي فوق يا كابتن بلال، مظبوط، وانت حسبتها مرتين صح، مره حسبها على طاهر محمد طاهر صح، مظبوط. طب ما هي ديت زيهم صح، انا بطلع اعمل تكوف باخد بدماغي، ده راجل عامل انطره، بتحسب فرع محمد هاني. يعني انت عندك معايير احتساب المخالفات مختلف صح، تمام. نروح للحاله المهمه وهي حاله المباراه كابتن علاء، وهي هنا. هو بصراحه تمركز رائع جدا جدا من بلال الحكم كابتن شريف، تمركز ولا اروع. وهنا راجل خد الكوره وعدى، وهنا المخالفه موجوده، هنا العرقله موجوده واضحه، ركله الجزاء طبعا صحيحه ما فيش فيها كلام. ولكن زي ما قلت التحكيم مش بس انك انت تحسب اخطاء، ولكن التحكيم انك انت تقدر تدير المباراه كلها بدون ما يبقى في انفلات في تشابك لاعبين او انفلات في السلوك داخل ميدان اللعب. كابتن ايمن، اتمنى ان شاء الله باذن الله المباراه وعدت ولسه الدنيا يعني قدامنا موجوده ان شاء الله. اتمنى ان الاهلي ان شاء الله في اللي جاي ربنا يوفقه ان شاء الله، ولسه الامور لسه يعني في البدايات. ولكن هو النهارده النادي الاهلي طبعا يعني هو مباراه
اكيد في دروس مستفاده كابتن اسامه ان شاء الله اكيد طبعا يخرج بيها. بتوفيق ان شاء الله النادي الاهلي في المباراه القادمه.